صافي. وسخ رجع ورا عشر ما مني تجرب علينا. طيب شوف جرب اعطيه الملوى علينا. ول 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 جرب جرب اعطيه. شايف عطاني ايتم تايتن شانك مره مهمه ذي الايتم. بس انا عجبني سكرت الباب هذا عليه غبي. انا اروح اخذ الخاتم. تدري لو انك خليته اخذت الخاتم وجيت لا انا بموت. وش انا اللي يطيحها؟ يطيح لك حجر التطوير مهمه. انت تقدر تروح تاخذ الخاتم وتطلع لها. اخذت الخاتم. لا الحين تضغط ستارت ار 1 تيجي هنا عند منطقه الخواتم تحط هذا خاتم. ايش فائدته؟ لما الاتش بي حقك قليل تحت 30% الدفاع حقك يزيد 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 قوه. يعني ما ياخذ دمج صح؟ لا دفاعك يزيد 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 يعني بقوه مره يزيد. هنا انتبهوا هذا فخ. اول ما تطلع الدرج حيرميها. بص ايه اص اه طيح ايتم درع. هنا تذكر لما كنت تقول لي الصناديق بدك تلاقي شيء اشياء في وسطها. هنا الصندوق هذا حتلاقي في وسطه سحليه. السحليه مره من السحالي النادره يعني تذكرني بديمون سول موجوده من زمان. فانت اول ما بتضرب تطلع سحليه بتشرد. عندك وقت بسرعة لازم تذبحها تطيح لك يعني حجارة تطوير. فلازم بسرعة موتها. شايف اثنين اثنين يعني مرة ممتازة ذي الحجارة. هي سحلية كريستالة. فأنا الحين مدام أني معايا فلوس وما معايا موية ولا شيء في زعيم فوق بسم الله الرحمن الرحيم فبروح أشرب موية. بروح يعني النار اعالج نفسي واخر مره خلاص في المنطقه ذي وبمشي. ما عاد يرجعون مره ثانيه؟ الا يرجعون يرجعون. اي خلاص دحين هم ميتين. اذا رجعت النار يرجعون. هذا يعني تجمع فلوس حلوه. يعني حلو اي واحد يبغى يجمع فلوس يقعد عند النار ويطلع. اي يبغى حجر التطوير. الثاني ما كان يجي هذا اللي كان تحت. اي هذا خلاص مات خلاص. طيب الحين ابى ازود سترينث اخليه 14. بشوف السيف هذا شبح يعني انا قاعد مشغله اونلاين فيمديك تشوف الناس الاونلاين بس تشوفه عارف خياله. برضه ما يمدينا شيء. بس احد يقدر يختم اونلاين يختم مراحل هذه مع اونلاين؟ اي اي عادي يعني اخلي حد يجي معي يساعدني. اي بس لا انا بختمها للناس يعني لحالي اوريهم كيف يعني. لا عشان هم يفهموا يمدي يعني. وبرضه ترى يعني يمديك تسويها يعني تخدت مشتريت من غيرها اونلاين يعني ما هي هرجه. لازم 800. طيب انا بقعد شويه اذبح بجيب سترينث حقي 16 عشان بشيل السيف الكبير. وخر يا شيخ. وكم لازم؟ 800 خلاص جبتها. بس انا بموت ذولاك عشان يزيد فلوس. ابى ازود الليفلين يعني 800 800 لازم 1600. ألف ومئتين عندك 700 اول وهي حتنقص منها. بزود سترينث يلا باقي لي 400 ويمديني ازود ليفل وبمشي. احلى حاجه في النار انك لما تجي ترجع هو يعبي دمك في كل حاجه. اي يعبي لك دمك ويعبي لك ضربات السحر يعني انا قاعد استخدمها ترجع لثمانيه. يعني مو كل الضربات ذي لازم ثمانية. في ضربات بس استخدام واحد
بس مرة واحدة يمديك تستخدمها. الحبيب يموت، ما مات تخيل، قاعد يصدها كلها. شو هذا من ضربة واحدة مات، وأعطاني هيومانيتي، وعندي 800 حلو. إن شاء الله الحين يمدينا نشيل السيف الكبير. نشوف. حلو، يمديني اشيل السيف الكبير، بس اذا انا شايله بيد واحده ما الدامج حقه ما حيكون، حيكون كانه يعني ما اقدر اشيله، بس لو شلته بيدين الثنتين يمديني استعمله عادي. اي يعني شوف دحين ثقيل، بس لاني عليت سترينث امسكه بيدين الثنتين عادي اقدر اضرب بسرعه ويسوي الدامج الفعلي. يعني شوف 172 رايت ويبن 1، لو اشيله بيد واحده 25، فأنا بشيله بالدين الثنتين لأنه يسوي دامج صح. زي هذول ضرب واحدة بعد صح؟ أي شو؟ يعني وكبير شو 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 الضربة دي؟ خبطته في الأرض. هذول باقي رموا كل هذا. إيه هذول قلق. بس رهيب وثقيل بس. انا حاسس اني حموت. خذوا عيالك كلب. شوف دحين تفعل الخاتم اللي يزود لي الدفاع، تفعل يعني شوف هذا ستات وشوف احصائيات الدفاع حقي الاجمالي 141. هو كان 41؟ لا لا 141. شوف اصبر اصبر دقيقه اوريك دحين لو اعالج نفسي 94، يعني زود لك 50 في الدفاع حقك. شفت كيف طخر؟ هو السيف رهيب بس مش مشكلة ثقيل ثقيل مرة ثقيل. رحمك الله. لصقته في الأرض يا شيخ. طيب الشباب تعال خذ شو مسكين دهري شي جري اخبطه. لا 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 ما زبطت. تعال 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 الصق. يا رب لا تيجي احسن لك لا تيجي. لا 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 قاعد يصد الوسخ. لا 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 يا شيخ حطيت كهرباء. انا ما بحط كهرباء على السلاح. يلا ما في مشكلة. لانها لها وقت محدد فما بسرعة. شوف كم صار يسوي 269. ايه شوف الحين لانه معاي الماستر كي اقدر افك ذا الباب. يوزد ماستر كي. نازل تحت من الرئيس؟ مو رئيس، في يعني لو ما معاي الماستر كي ذي المنطقة ما يمديني اخشها. عارف؟ لكن في واحد تحت قوي لو تموته يعطيك الايتم، يعطيك ايتم مو ايتم خاتم. شوف. وش هو؟ كلب وسخ قوي. ايش اللي معه ذا رجل؟ ما ادري. ايه اسم السيف، اسم السلاح سيف التنين. سن التنين. ايه شوف راح مفعول الكهرباء قهر. هذا ما ياخذ دمج كثير شوف. ايه شوف درعه يا نواف. ضربة واحدة ترى اموت من ذي من ذا السيف. بس انا قاعد اتفادى كثير. بس شفت كيف بطيء في التفادي؟ بدنا الثنتين يعني حيسوي دامج اكثر. خليني ارمي على قنابل.